السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم في كل زمان وفي كل مكان. نتكلم اليوم عن درس من مدرسة ألبانيا ومبلغ $1,000,000. كانت علاقتنا جيدة جدا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وخاصة معالي الوزير السيد عبد الله بن غراب المري، وكنا دائما زيارة له في مكتبه. وكنا في مطلع هذا القرن حوالي 2003 نريد بناء مدرسة ثانوية في مدينة في ألبانيا، يعني عامة ليس في مدينة معينة. عرضنا المشروع على موظفي الوزارة الذين رحبوا به والذي وافق عليه الوزير فيما بعد. وكانت تكلفة مشروع بناء المدرسة في هذا الوقت قرابة $1,000,000 أمريكي. تم استكمال التعاقد مع الوزارة التي أرسلت مبلغ لنا على الفور. ظلنا نبحث عن أرض نقيم عليها مشروع المدرسة، فوجدنا العديد من الأراضي داخل مدينة ترانا، ولكن واجهتنا مشكلة كبيرة وعاصفة وقوية، وهي عدم قدرتنا على تسجيل الأرض باسم المؤسسة التي هي اسم الأغاثة الإسلامية المسجلة هناك في ذلك الوقت. واستمرت هذه المشكلة قرابة عام ونحن غير قادرين على تسجيل الأرض أو شراء الأرض باسمنا كمؤسسة. بدأنا ندخل في حرج في عدم إرسال تقرير عن نشاط هذا العام عام كامل. اجتمعنا في المجلس التنفيذي لاتخاذ بعض القرارات. أولا كانت هي الاعتراف بعدم القدرة على إتمام المشروع. اثنين الاعتذار عن المشروع. ثلاثة إرجاع المنحة مرة أخرى لخزينة وزارة الأوقاف في قطر. فذهبت إلى مدينة الدوحة في قطر للقاء السيد الوزير، ومعي سكة مصرفية يحمل قيمة هذا المبلغ. فلما شرحت الأمر للسيد الوزير وعطيته السك المصرفي اندهش وتعجب لمقدار الأمانة والمصداقية التي قمنا بها عمليا، قائلا لي أنتم أول مؤسسة ترجع إلينا مبلغا كهذا. وأصبحت قصة إرجاع السك المصرفي مضربا للأمثال في المدينة. بعض الناس قد يجدوا أي طريقة وأي وسيلة لكي يحافظوا على المال ولا يرجعوه للمانح، ولا يكتشف المانح أن هذا المكان لم يسجل باسم المؤسسة، وقد يسجل باسم أشخاص، لكننا لم نفعل هذا على الإطلاق. ما هو درس المستفاد من هذا؟ أول حاجة الصدق، صداقية، الأمانة، شفافية، احترام الشركاء، احترام المؤسسة اللي نعمل فيها، عدم اللجوء لوسائل الكسب السريع، والمحافظة على سمعة المؤسسة ومصداقية المؤسسة. هذا ما فعلناه، ولذلك نحن نتمتع في هذا المجال بمصداقية عالية جدا وشفافية عالية مع الشركاء في كل مكان وفي كل زمان. جزاكم الله خير والسلام عليكم.